يواصل الجيش الأوكراني تضييق الخناق على مواقع المتمردين في شرق البلاد مع تجدد الاشتباكات بين قوات الحكومة ومتمردين انفصاليين. وعزز جنود القوات الأوكرانية مواقعهم على بعد نحو 75 كيلومترا من مدينة دونتسك استعدادا لحصار حتمي للمدينة التي أصبحت معقلا أساسيا للمتمردين. وقال الجيش الأوكراني يوم الأربعاء إن 18 جنديا قتلوا وأصيب 54 آخرون أثناء قتال الانفصاليين. وبسقوط هؤلاء القتلى يصل إجمالي قتل الجيش الأوكراني إلى نحو 400 جندي. وأضاف متحدث أن القوات اشتبكت مع الانفصاليين 25 مرة في مناطق بشرق أوكرانيا قرب الحدود الروسية خلال 24 ساعة حتى صباح يوم الأربعاء، وهي تواصل الضغط على مواقع المتمردين. وقال حلف شمال الأطلسي إن روسيا حشدت نحو 20,000 جندي على حدود شرق أوكرانيا، وإنها قد تتذرع بمهمة إنسانية أو مهمة لحفظ السلام لغزو أوكرانيا. وأكد الحلف أن روسيا هي من أشعل فتيل النزاع في أوكرانيا، منبها إلى أن حشد الجنود على الحدود يسهم في تصعيد وضع خطير للغاية. وتقاتل قوات الحكومة المتمردين منذ إبريل في الشرق الذي يتحدث معظم سكانه الروسية في صراع، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه أدى إلى مقتل 1,100 شخص من قوات الحكومة والمتمردين والمدنيين. وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بتدبير التمرد وتسليح الانفصاليين وتنفي موسكو ذلك، وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. وائل جمال، رويترز.